بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بيتكلم عن parallel for، التكرار for في ال parallel region. ما زلنا مع ال open MP. عايزين نشوف الفرق. عندي أمر ال parallel، بنشي parallel region، وعندي الأمر اللي حنتكلم عنه اليوم اللي هو ال parallel for، وعندنا الفار العادية اللي نحن بنعرف. عايزين نشوف الفرق بيناتهم. فمعروف نحن في الأوبن إم بي إنه إذا كان مجموعة الخيوط، يعني لو أنا عملت parallel region، فبيكون عندي أكتر من ثريد شغال في parallel region. فالثريدز الشغالة في parallel region حاليا بنسميها تيم أو فريق. حتى لو نحن بدينا البرنامج لما يبدأ في البداية بيبدأ زي ما ذكرنا بخيط رئيسي ماستر ثريد. إذا التيم في اللحظة دي هيكون من سينجل ثريد، خيط واحد هو الماستر ثريد. ولما نعمل ننشئ بارالل ريجون فهيكون التيم من الثريدز اللي أنشئت في البارالل ريجون. إذا كان مثلا عندي 4 كورس وأنا شغال على الديفولت، فالتيم هيكون فيه 4 ثريدز. معناه إذا أنا استخدمت الدايركتيف بارالل فحينشي مجموعة من الثريدز، لأنه حيبدأ بارالل ريجون وبالتالي حينشي عدد من الثريدز. العدد من الثريدز ده هو بكون الفريق حقي اللي شغال. إذا انتهى البارالل ريجون الفريق حيصبح خيط واحد زي ما بدأ في الماستر ثريد. هنا بخيط واحد دخل البارالل ريجون، بقى عدد من الثريدز طلع من البارالل ريجون، طبعا بيحصل جوين فحيكون خيط واحد، فحيكون التيم هو من سينجل ثريد. عايزين نشوف الفور لوب في البارالل بيعمل شنو، اللي هو البارالل فور. البارالل فور ما بينشئ ثريدز، وانما بيقسم اللوب حقي، عمل اللوب على الثريدز الموجودة في التيم الحالي في الفريق الحالي. مثلا افترض انا عملت بارالل ريجون فيه 4 ثريدز وعندي فور لوب بيشتغل مثلا من 1 إلى 100. فالبارالل فور بيقسم اللوب ده من 1 لـ250 للثريد الأول، هو اللي بيعمل ليها الشغل. من 251 إلى 500 هتشتغل على الثريد الثاني، من 501 لحد 750 هتشتغل على الثريد الثالث، من 751 إلى 100 إلى 1000 بتشتغل في الثريد الرابع. اذا لو كان انا عندي ثريد، عندي بارالل فور عايز ينفذ لوب من 1 لـ1000 هيقسم 250 على كل ثريد. اذا الفور لوب في البارالل ما بينشئ ثريد، وانما بقسم شغله على الثريد الموجوده. دي اهم نقطه نعرفها. وبارالل فور، الامر بارالل فور هو عبارة عن اختصار للأمرين اللي هي parallel region وفور for loop. الاثنين مع بعض لما نعمل parallel for معناه أنا عايز أعمل parallel region. فالأمر parallel بنشي فريق جديد، والفور بيقسم العمل على الفريق اللي أنشأه parallel. دي فكرة parallel for. وإذا نحن ما استخدمنا parallel مع الفور فحيكون الجهاز البرنامج حقي بماستر ثريد بس، وهو الخيط الرئيسي ماستر ثريد هو اللي حيكون يبدأ البرنامج، هو اللي هيستمر في العمل لأنه ما عملنا بارالل ريجون. وبالتالي لو عملت فور أو عملت أي حاجة هتشتغل سيريالي كأنه برنامج عادي ما هو بارالل بروجرام. هنشوف مثال هنا لبعض الاستخدامات. مثلا أنا هنا عملت براغما أو إم بي بارالل وعملت فور لوب داخلي. فهنا الفور لوب ده بيشتغل، بنلاحظ انه الاوتبوت انه انا لانه عندي 4 ثريدز فالفور لوب من 0 إلى 6، من 0 إلى 6 حيطبع لانه عندي 4 ثريدز فهيطبع 0 4 مرات. هذه بس ما مرتبة لانه نحن قلنا الترتيب ما مهم. وحيطبع الواحد 4 مرات، وحيطبع الاثنين برضو حلقة 4 مرات، والثلاثة 4 مرات، والأربعة 4 مرات، والخمسة 4 مرات، والستة 4 مرات.
فكل واحد من الايتريشن بيطبع 4 مرات لو انا استخدمت الطريقة دي. طيب هنشوف لو انا عدلت في البرنامج وغيرت البرنامج عملت براغما او ام بي 4 وعملت فور لوب وعملت من 0 إلى 6 نفس الكلام. الان بيطبع لي اللوب بس 6 مرات 7 مرات من 0 إلى 6، وبعدها لما ينتهي البرر ريجون بيعمل برينت النقطة دي وسطر جديد وينتهي البرنامج. نفس الفكرة هنا لو عملت براغما او ام بي بارالل وداخل براغما او ام بي فور وبعدين فور لوب، نفس الفكرة زي دي، الاثنين زي بعض لانه هما الاثنين بيعتبرهم يعني بفعل البراغما او ام بي فور لوب، انه انا هعمل بارالل ريجون وهقسم اللوب بيناتهم. فهنا ما بيظهر يعني ما بيظهر فيه شيء واضح الا اذا كان انا عندي برنامج حجمه كبير وعندي تكرار بيشتغل مسافة طويلة. فاذا انا اشتغلت سيريال ياخد زمن طويل، لو عملت بارالل لوب فهيقسم الايتريشن دي بين الاربع ثريدز او الثريدز الموجودة منفذة ان بارلل، فيكون الاداء اسرع. يعني الفرق الوحيد انه الاوتبوت هيكون نفس الاوتبوت للفور العادي والفور البارلل، لكن الاداء هيكون اسرع في البارلل اللي هي براغما او ام بي 4 في الفور بارلل او البارلل 4. يبقى المثالين دول زي بعض ومخرجهم ظاهر نفس واحد، بس طبعا زي ما قلنا احنا كل ما نعمل رن الاوتبوت بيختلف من فروم رن تو رن، لانه احنا الثريدز زي ما قلنا بتشتغل بدون ترتيب، كل ثريد هيشتغل اندبندنت من الثاني. عايزين نفهم الان شغل الداخل للبارالل فور. نفترض انه مثلا عندي هنا متغير 7 برضو، يعني انا حابدا لوب من 1 ل 7، وعندي برضو البراغما او ام بي بارالل عادية اللي هو ده عملت بارالل ريجون. داخل البارالل ريجون عملت امر واحد اللي هو يطبع كود 1. الان كود 1 ده هيشتغل الستيتمنت دي هتكون هتشتغل على 4 ثريدز اذا كان البارالل ريجون ده انشا 4 ثريد. لو جهازي فيه 4 كورس هينشي 4 ثريد الديفولت بالامر ده. ده امر عادي ما عنده علاقه بالفور لوب، نفس الامر الزمان اللي احنا اشتغلنا عليه، وانه انا كيف اعمل بارالل ريجون. عملت بارالل ريجون داخل البارالل ريجون، اي ستيتمنت زي دي هتطبع كم بعدد الثريدز اللي انشئت في البارالل ريجون. الان هتشتغل printf كود 1 4 مرات، فانا لو لاحظت في المخرج حلقة كود 1 كود 1 كود 1 كود 1 اتطبعت 4 مرات، لكن الترتيب زي ما قلنا ما بكون بنفس الترتيب from run to run. داخل البارالل ريجون نفسه عملت براغما او ام بي 4، يعني معناه ده فور لوب على البارالل. ففي الحالة دي هنا من 1 لحد 7 بتتقسم على الثريدز اللي انشات البارالل ريجون. هنا هتتقسم على الثريدز، فكود 2 برضه هتطبع 4 مرات. هتطبع اللي هي 7، 1 2 3 4 5 6، 6 مرات هتطبع 6 مرات، لانه من 1 ل اقل من 7 6 مرات هتطبع كلمة كود 2. لكن اللوب ده بيتقسم على الـ4 ثريد، يعني كود 2 دي ما بتطبع ثريد واحدة وإنما 4 ثريد. الثريد الأول بيطبع جزء معين من الفور لوب، الربع الأول، والربع الثاني بيطبع كود 2 الثريد الثاني، وفي الربع الثالث من اللوب هيطبع كود 2 الثريد الثالث، والربع الأخير هيطبع الثريد الرابع في اللوب. فنلاحظ من الرسمة هنا انه مثلا في الجزء الاول اللي هي كود 1 هتتنفذ 4 نسخ منها، كل ثريد هينفذ يطبع كلمة برينت اف كود 1. اما في لما دخلت على البراغما او ام بي 4، الفور لوب ده هيتنفذ كود 2 هتتنفذ لو كان عندي لوب من 1 لحد 4n هتكون من 1 ل n. الجزء الربع الاول هيتنفذ بالثريد الاول، الربع الثاني اللي هو من n plus 1 لحد 2n هيتطبع في الربع الثاني، هيتطبع في الثريد الثاني. الربع الثالث اللي هو هيبدا من 2n plus 1 لحد 3n
هتطبعه الثريد الثالثة، والثريد رقم 4 هتطبع الجزء من الفور لوب من 3n بلس 1 لحد 4n. بعد ما انتهى الفور لوب اللي هو بدأ هنا خلص في المكان ده، هيجي الأمر printf code 3 هيكون عادي داخل البرر ريجون، فهتشتغل الأربع ثريد، فهتطبع كل ثريد هيطبع العبارة print code 3 لوحدها، فهتكون كود 3 كود 3 كود 3 كود 3. فنلاحظ انه نحن كأننا البرر ريجون نفس البرنامج ده لو قسمته لثلاثة أجزاء، حال انه الجزء الأول ده هيتنفذ بأربع ثريدز، والفور لوب برضه هيتقسم التكرار على أربع ثريدز تطبع كود 2، وبعدها تاني الأربع ثريد هتطبع كل ثريد هيطبع كود 3. هلاحظ انه كود 3 أربع مرات، وكود 1 أربع مرات، وكود 2 اللي هي 6 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 7 مرات، 7 لأنها من 1 إلى 7 هنا n بتساوي 7، من 1 إلى 7. من 1 إلى 7 دي ما بتنفذها زي ما ذكرنا، ما بنفذها ثريد واحد، وإنما بتنفذ بواسطة كل الثريد، اللوب بيتقسم على كل الثريد. إذا تاني نذكر نفسنا إنه البارالل فور براغما ما بتنشي تيم، ما بتنشي تيم اوف ثريدز، ما بتنشي فريق من الثريدز الخيوط، ولكن بتستخدم التيم الموجود الاكتيف الشغال حاليا، وتقسم بيناته اللوب ايتريشنز على التيم زي ما ذكرنا قبل شوية. برضو دي معناها انه الـ OMB4 directive عشان تشتغل على البرل وتقسم العمل بين الفريق الموجود لازم تكون داخل برل ريجون زي ما شفنا في البرنامج هنا، يعني البراغما OMB4 عملناه داخل برل ريجون عشان تستفيد من الثريدز اللي انشاء البرل ريجون، لان هي ما بتقسم ثريد وانما بتستخدم الثريد الموجودة. اذا الـ OMB4 لازم تكون او تحتاج تكون داخل برل ريجون. و إذا كان البرر ريجون يعني بيحتوي بس only contains loop، loop بيحتوي بس تكرار، ممكن نعمل الكومباينيشن اللي هي للبراغماس الاثنين مع بعض، مثلا براغما لاحظوا هنا أنا عملتها لأنه أنا ما عندي بس الفور لوب، عملتها البراغما أو إم بي بارلل منفصلة وداخلها عملتها براغما او ام بي 4 لانه عندي تاني اوامر غير اللوب، يعني اللوب هو جزء من البرر ريجون لكن عندي حاجات تانية في البرر ريجون غير اللوب، فلازم اعمل دي منفصلة براغما او ام بي بارلل وبراغما او ام بي 4 لحالة مفصولة داخل لان هتشتغل ده اشتغل في الجزء ده. اما لو ما عندي غير بس الفور لوب داخل البرر ريجون فاقدر ادمجهم مع بعض، اعمل الامر براغما او ام بي بارلل وكلمه فور طوالي وبعد اعمل الفور لوب، فدي هتشتغل لو كان الريجون حقي بس فيه الفور لوب، فاقدر اعمل الطريقه دي ادمج الطريقه دي بدلا من الطريقه اللي عملتها. لكن الطريقه دي لو ما عندي حاجات تانية غير الفور لوب بفصل البراغما بارلل من البراغما او ام بي 4. يبقى ده كلام مختصر عن البارلل فور. السلام عليكم، نلتقي في درس آخر بإذن الله.